اهلا بكم جميعا. كيفكم؟ ان شاء الله مريحين. اهلا وسهلا. ان شاء الله ما تعبتوا في الطريق. احنا طبعا الشيوخ ووجهاء العشائر بالطبقة منطقة الطبقة. نحن أتينا فقط لا لنقول نحن معكم أو نقف معكم، لا، إنما لنقول نحن وقفنا مع بعض في مستهل الأمر، وجئنا نؤكد هذه الوقفة ونوثقها ونثبتها. الشيخ حامد الفرج رئيس قبيلة الولدة في منطقة الطبقة وريف الرقة. نحن جينا اليوم عشائر منطقة الطبقة وريفها إلى رفاقنا بقيادة قوات سوريا الديمقراطية، والتقينا مع الجنرال مظلوم عبدي وعاهدناه أن نستمر كما في البداية عندما حررت قوات سوريا الديمقراطية المنطقة من كوباني إلى الباغوز. نحن مستمرين مع رفاقنا بقوات سوريا الديمقراطية في متابعة تنفيذ مشروعنا الديمقراطي، مشروع قوة الشعوب والأمة الديمقراطية. الشيخ عبد اللطيف محمد الفرج، منطقة الطبقة. جئنا اليوم للقاء الجنرال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، وكان هذا الاجتماع مهما في هذه المرحلة في هذه الفترة الحساسة، وقمنا بطروحات ثلاثة: الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، والوضع الأمني. الوضع الاقتصادي ومضاعفات قانون قيصر على مواطنينا، وقد تم النقاش بإسهاب في هذا الموضوع، وسنحد من كما وعد الجنرال من تأثيرات هذا القانون على شعبنا في منطقة شرق الفرات. زارنا اليوم وفد من شيوخ منطقة الطبقة، ونقلوا لنا صورة عن الأوضاع الموجودة في المنطقة من الناحية الأمنية والعسكرية والإدارية، ومن جهة أخرى أكدوا لنا عن استمرارية وقوفهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية والإدارات الموجودة في المنطقة. ومن جهتنا أكدنا لهم بأن قوات سوريا الديمقراطية ستبقى على عهدها في الدفاع عن المنطقة وحماية الأمن والاستقرار الموجود هناك، والوقوف إلى جانبهم في كل التحديات التي يعانون منها، سواء كانت الأمنية أو سواء كانت الاقتصادية أو الإدارية. وشكرناهم مرة أخرى على وقوف أهل الطبقة إلى جانب قواتنا وموقفهم المشرف الذي أبدوها في الفترة الأخيرة، وتأكيدهم على تمسكهم بالمشروع الذي يتبناه قوات سوريا الديمقراطية.